يعني علاقتنا بالأرض كثير مرتبطين بالأرض، ما هي يعني بنحسها روحنا. اسمي باسمة صبري عطياني من قرية عنزة قضاء جنين. احنا بلدنا صغيرة وحلوة، بنشتغل بالزراعة ومش بيشتغل بالوظائف الحكومية. احنا مجموعة سيدات نشيطات بنحب نشتغل، اشتغلنا بكل اشي، كل ما يخص يعني كل اشي قدرنا عليه اشتغلنا فيه. اشتغلنا بالزراعة، اشتغلنا تصنيع مفتول، اشتغلنا تصنيع زعتر، يعني اشتغلنا اخذنا مقاصف مدارس اشتغلنا فيهن يعني مدة 6 سنين كاملات. هلا بدنا نحكي عن اكلات تراثيه يعني كل الشعب الفلسطيني بيعرفها وكل الشعب الفلسطيني بيعملها. انا بصراحه هاي الشغله تعلمتها من امي وستي، انا وانا صغيره وانا احب هذا الشغل. يعني بتوقع اني انا كنت بنت 17 سنه وسافرت على الكويت، جاراتي ما كانوش يعرفوا هذا الشيء نهائي وكنت اعمل لهم اياه، بس من وين؟ من المحيط اللي حوالي تعرفته. يعني زارعين، يعني زمان الناس شو كانت تاكل حلو؟ ما كانت تروح تشتري كنافه ولا تشتري شوكولاته ولا شيء، كانوا من هالبيت شوية طحين وشوية سمسم ويعمل هالكراكيش وياكلوهن في الطابون. حتى الكراكيش كيف بنعملها؟ كيلو طحين بنحط له كاسة ونص زيت زيتون، سكر حسب الرغبة، في ناس بتحبه حلو وفي ناس بتحبوش حلو، مثلا من كاسة لكاسة ونص سكر. أنا حطيت معلقة بيكنج باودر، حطيت معلقتين كزحة اللي هي حبة البركة، 4 معالق يانسون، معلقتين شومر، طبعا كله هذا بلدي ومن عنا. بنبسهم بالزيت منيح منيح وبعدين بنعجنهم بشوية مي دافية وبنركهم وبنخبزهم بالفرن، كل واحد بطريقته، في ناس بتقطعها بشكل دائري، في ناس بتقطعها بشكل مربع، اللي بيريحه الواحد. وهي طبعا الكراكيش وانت بنحب نعملها، بنعملها مثلا احيانا قبل المواسم، مثلا قبل الزيتون الناس تاخذ معها على الزيتون، بعد بالشتاء مع كاسه شاي كثير طيبه. يعني هي أكلة تراثية ليش؟ لأنها ما بتكلف أصلاً، يعني كل بيت فلسطيني بتلاقي عنده هاي الشغايل، زيت زيتون من زيتاته، قمح من اللي زرعه، طحين قمح، سمسم من عنده، شومر كنا يعني بالشومر بري لأنه منلقطه من الجبل، كزحة يانسون من اللي بنزرعهن، فعشان هيك ما بتكلف الناس لسهولتها ومتوفرة عند كل بيت. أوف أوف والله الجعد إلها فوائد، بحكيها وربي عقول شاهد، خصوص ببيتك يا أبو صامد، والجعد إلها طاعم ممزيونة. أنا نعيمة أحمد محمد صدقة من عنزة، أم محمد، وبدي اليوم أعرفكم على أكل شعبي اللي هي أكلة الجعدة. احنا بنجيبها من البر، من الارض، من برا من الوعار، وبنجيبها بنطبخ. هي اكله صحيه وتراثيه، كانوا اجدادنا يطبخوها في القديم، وهي مفيده جدا خاصه بيستعملوها للوالدات. هسه بنجيب النبته لما بتكون ناشفه خاصه، بنسلكها شوي لمده ربع ساعه، وبنفرمها مع راس بصل، وبنحط لها اذا بدك تطبخها مع لحمه، في الناس اللي هذا الخاصه بيستعملوها الوالده بحطوها مع لحمه وتكون مدهنه حتى، وبنحطها مع لما تغلى المي شوي، بنحط معها البيض والعجينه هاي اللي بنحطها. يعني عندي حديقة في البيت بزرع منها، مديش أحكي اكتفاء ذاتي 100% بس تقريبا، يعني عندي شجر ليمون، برتقان، دوالي، رمان، بنزرع مزروعة نعنع، بقدونس، سبانخ، ميرمية، مثلا زعتر، كل هاي الأشياء من حديقة البيت بناخذها. يعني وفعلا بنواجه شغلة انه فعلا الجيل الجديد الامهات الصغار الجداد هدول ما عندهمش استعداد يعملن هاي الشغايل، يعني بعرف شيء قلة قناعة او يمكن سهولة الاشي الجاهز بالسوق اسهلهن من انهن يغلبن حالهن ممكن. وهذا
النبات بوطننا معروف من ماضي السنين ومن مدين.